مين خارج من النادي الاهلي؟ وقبل ما اسالك مين خارج من اللاعبين من النادي الاهلي او ابرز الاسماء اللي خارجه، هل ممكن يبقى في ناس من اللي هيخرجوا من النادي الاهلي جوه الجهاز الفني للنادي الاهلي غير سواريش؟ يخرجوا غير سواريش. هو في بص هو في اختلافات يعني الكابتن سامي ومصان في اختلافات بينه وبين سواريش واضحه لكل الناس، حتى اتضحت في مباراه المقاولين العرب اعتقد كان في خلاف على الدكه ما بين سواريش والكابتن سامي ومصان. كابتن سامي ومصان شايف ان هو ادى دوره مع النادي الاهلي، ربما لو استمر سواريش الكابتن سامي ومصان يطلب اعفائه عن المسؤوليه لان هو شايف ان ملوش دور مع الراجل، الراجل ليه افكار تانية مختلفه غير ما بيعتمدش على الكابتن سامي، وده كل فكر الاجانب يعني الاجانب كلهم، حتى شفنا فيتوريا مع منتخب مصر رافض وجود اي عنصر مصري. فلو سواريش مكمل كابتن سامي ومصان اعتقد ان هو مش هيكون موجود داخل النادي الاهلي. ده بالنسبه لسؤالك عن الجهاز الفني. بالنسبه بقى للعيبه، خلاص اللعيبه يعني انت زي ما بتتكلم محمود وحيد خلاص رسمي خارج نادي الاهلي، سواء بقى طلائع الجيش او سموحه في رغبه من كلا الناديين في ضمه، لسه هنشوف رغبته هو عايز يروح فين، فده خارج. في لعيبه كتير بقى الشباب دول لعيبه كتير جدا الاهلي مستني يشوف ايه اللي هيحصل فيهم. يعني عندك زياد طارق مثلا اتفق مع نادي الاتحاد السكندري، لو انا طلعت اعاره النادي الاهلي سابني اعاره، في اتصال بينه وبين الحاج محمد مسلحي هيكون موجود داخل نادي الاتحاد. مصطفى شوبير مستني يشوف هل فعلا هيستنى السنه الجايه في حارس جاي تدعيم للنادي الاهلي، فهو يطلب يطلع اعاره. عندك بقى اللعيبه مش تمشي. ديانج خلاص النادي الاهلي حدد فيه 10 مليون دولار، كلم وكيله رسميا قال له لازم العرض اللي يجي 10 مليون دولار، اقل من كده مش هنبيعه. ديانج معلول متمسكين بيه. محمد هاني، بص محمد هاني مفيش بديل ليه، حتى كريم فؤاد ما قدرش يقنع الناس ان هو يقدر يؤدي دور محمد هاني. توفيق راجع، اكرم توفيق هيكون دوره في نص الملعب، لان برضه طبعا السوليه مع التقدم في السن مع الاجهاد اللي بيعاني منه الفتره اللي فاتت مع العضلات اكيد مش هتستحمل يؤدي بنفس القوه، فاعتقد ان اكرم هيكون مكانه لسه في نص الملعب. في لعيبه كتير جدا حسب التعاقدات بقى، يعني الاهلي لو نجح ان يتعاقد مع باك يمين وده مش في حساباته اصلا مش موجود، فممكن يضحي بمحمد هاني، ممكن يضحي بكريم فؤاد. دلوقتي المشهد داخل النادي الاهلي مشهد ضبابي. ليه؟ هو عايز يجيب لعيبه وعنده لعيبه ما يعرفش مين ماشي، وعنده لعيبه باسعار كتير، وفي نفس الوقت عنده جهاز فني وعنده لجنه تخطيط. الجهاز الفني اصلا ممكن ما يستمرش. طب احنا هنتعاقد مع لعيبه بناء على رؤيه شركه الكوره، ولا بناء على رؤيه لجنه التخطيط، ولا بناء على رؤيه الجهاز الفني؟ فده اللي عامل ازمه داخل النادي الاهلي، وده تقريبا اللي معطل الصفقات. يعني الاهلي خايف يتعاقد مع صفقات يجي بعد كده المدير الفني اللي هيتعاقدوا معاه، او يجي سواريش يقول لك انا مش محتاج الصفقات دي، انا هكمل باللعيبه اللي موجوده عندي، خصوصا ان القماشه او فيريرا برضو ارجع اشيد بفيريرا اثبت ان السوق المصري او اللاعبين المصريين كله شبه بعض، ما فيش حد فارق عن حد غير ايه واحد او اثنين، انما الباقي كله في الستايل وفي اللعب وفي الامكانيات كل واحد. المهم ان المدير الفني المخ اللي بيدير المجموعه دي يكون قادر يطلع من كل عنصر عنده اقوى حاجه لديه.